شهد الغيوم طاير السعد يغني في الصباح. الحمد لله مولي الجميل وصاحب العطاء الجزيل، أجود من أعطى وأصدق من أوفى، والصلاة والسلام على نبيه المرشد الحكيم والمعلم العظيم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا نسائم المسرات هبي، فقد أشرقت شمس الوطن في ذكرى وحدته الخالدة، وشعبه ملتف حول قيادته، لا يضره كيد كائد ولا خيانة خائن. باقة من الأقحوان وأكاليل من الخزامة يتضوع شذاها في هذه الأرجاء ليعطر هذه الأنوف الأبية. محافظنا النبيل، صحبه الكرام، سعادة مدير تعليم القويعية الأستاذ محمد بن علي القضيبي، أصالة عن نفسه ونيابة عن مساعديه وعن زملائه منسوب التعليم من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وعن أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، يزف إليكم أبهج التحايا وأبهى الترحيب في ذكرى وحدة الوطن. سعادة المحافظ، أيها الحفل الكريم، معهد القويعية العلمي يسعد بتشريفكم ويزدهي بمقدمكم ويختال فرحا بمشاركته في وهج النشاط وصناعة التميز. حفلنا المبارك، هكذا تبدو حكايتنا وتشرق شمسنا، إنها ملحمة الوطن وقصة مشوارها طويل وسردها جميل. اليوم الوطني 91 منذ إعلان توحيد هذا البلد المبارك، جمعت فيه بلادنا النور من قناديله واختصرت المشوار بتفاصيله، كيف لا، وهي التي جعلت القرآن دستورها. فهيا بنا لنصت خاشعين لكلام رب العالمين. يا قارئ القرآن صبحك واحة والأفق عندك مظهر خلاب، اقرأ كتاب الله فهو شريعة من دونها نهر الحياة سراب. الطالب مشارب إبراهيم الهويمل من ثانوية القويعية يرتل أمامكم هذه الآيات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شكر الله لك هذه التلاوة العطرة وجعلك من السفرة الكرام البررة. حفلنا الكريم، سعادة مدير تعليم القويعية الأستاذ محمد بن علي القضيبي يتشرف الآن بتقديم تهنئته للوطن وقيادته في ذكرى اليوم الوطني 91، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ القويعية، أصحاب السعادة، زملاء الأفاضل، أبناء الطلاب، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عامه 91 في اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول من كل عام. ففي عام 1319 هجرية قيض الله تعالى لهذه الجزيرة المتناحرة قائداً فذاً استطاع أن يؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك المؤسس
عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن سعود طيب الله ثراه، لتتوحد تحت ظل راية التوحيد، راية سطر عبد العزيز، راية سطر الملك المؤسس وأبناء شعبه الملاحم تاريخية لعزها وتمكينها والحفاظ عليها، ليتوحد الصف وتتآلف القلوب آمنت بأن اللحمة الوطنية أساس القوة والأمن والاستقرار والتنمية. وقد سار على أثره أبناؤه الملوك البررة، وقدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن ومن يسكن فيه من المواطنين والمقيمين، ليصان مجد وطن ولد عظيماً وسيبقى بإذن الله بقيادته الرشيدة وشعبه الأبي الكريم. وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي ونيابة عن زملائي وزميلاتي منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم القويعية إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم. إننا في التعليم صرح التربية والبناء وصقل المعارف والمهارات وصناعة القادة والعلماء، صرح فريد في وطن الخير والعطاء. نستشعر أهمية هذا اليوم ونعده مناسبة لتجديد الولاء والانتماء لأرضنا وشعبنا ومليكنا، وشحذ الهمم للارتقاء بالعلم والعطاء في زمن التطور والنماء والرؤية. إن وطننا ليفخر بأبنائه وبناته وهم في مقاعد الدراسة مقبلون على العلوم، ينهلون منها ما تعينهم على تنمية وطنهم على أسس ثابتة، وليسهموا في بناء حضارة وطنهم الراسخة. ولا يفوتني في هذه الأيام الاستثنائية أن أشيد بالجهود التي تحقق فيها نجاح التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، مستثمرة دعم وتوجيه القيادة الرشيدة، وجهود قادة وزارة التعليم وإداراتها من أصحاب المعالي والسعادة بتوجيهات ومتابعة معالي وزير التعليم دكتور حمد آل الشيخ، حتى أصبح التعليم عن بعد محل إشادة العالم وتقديرهم. أدعو الله تعالى أن نتجاوز هذه الظروف الاستثنائية الذي فرضته الجائحة، لنعود إلى حياتنا الطبيعية ويعود جميع أبنائنا وبناتنا إلى مقاعد دراستهم حضوريا. ختاماً أتقدم بوافر الشكر والعرفان لسعادة محافظ القويعية الأستاذ مساعد السالم على تشريفه حفل تعليم القويعية باليوم الوطني ودعمه المستمر لنا بالتوجيه والمشاركة، والشكر لأصحاب السعادة الضيوف الكرام على الحضور ومشاركتنا فرحة الاحتفال بهذا اليوم العظيم. أسأل الله تعالى أن يديم على وطننا الأمن والأمان، وأن يرحم شهداءنا الأبطال، وأن يوفق بلادنا الغالية للمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة مدير التعليم بحجم عطائك وبذلك، وشكرا لمساعدك للشؤون التعليمية صاحب الدعم السخي والوجه البهي على التوجيه المستمر والمتابعة الدقيقة الساعية لإنجاح هذا الاحتفاء. حفلنا الكريم سحب الوحدة وغيومها حبلى بمطر الودة والوئام، حان لها الآن أن تنهمر بمشاعر حب الوطن. نترككم الآن مع هذا العرض السريع بعنوان مشاعر وطنية لرصد مشاعر الناس عن يومهم الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. 91 عاما من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان والسلم والسلام ستبقى شامخا يا وطني. بهذه المناسبة الغالية نهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني 91 وسمو ولي العهد الأمين والشعب السعودي الكريم. نهني قيادتنا الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني 91
لهذا العام 1443، فاللهم زد هذا الوطن عطاء وشموخا ورفعة، واحفظ لنا قائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز ومهندس هذه الرؤية ولي العهد محمد بن سلمان وفقهم الله. 91 عاما من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان. بهذه المناسبة نهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم. أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بذكرى اليوم الوطني 91، وهي ذكرى توحيد هذه البلاد المباركة حفظها الله، حيث جمع الله القلوب ورفعت راية التوحيد وتوطد الأمن في جميع أرجاء هذه المملكة الغالية. أتقدم نيابة عن زملائي طلاب مدارس محافظة القوعية بالتهنية لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 91. أدام الله على الجميع نعمة الأمن والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أقدم التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 91، متمنيا أن يديم الله الأمن والأمان على بلادنا الغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك يا وطني لأنك تحبني وتحبني. أنا ميرا العمري وأدرس من الغرس وأنا من الكوعية. وطن لا نحمي لا نستحق العيش فيه. هنا الكوعية وهنا المملكة العربية السعودية. أنا أحبك يا وطني. حفلنا الكريم سنابل النور في بلادنا أينعت ثم حصدت ثم أينعت وحصدت ولا زالت تثمر وتحصد على مدى 91 عاما من مسيرة التنمية الزاهرة في ظل قيادة تلبي حاجات رعاياها وتحرص على إسعادهم. إليكم الآن هذا المعرض الفني ثلاثي الأبعاد يحكي قصص أمجاد هذه البلاد المباركة باستعراض سريع لمناطق مملكتنا الغالية. للأنام يا بلادي أنت عنوان العطاء، يا بلادي أنت عنوان العطاء. في زمان فات من ماضي العصور وحدتنا همة الشام الغيور. أراد الفصل والقول الوجيز فبلادي بايعت عبد العزيز. شيد الأمجاد والملك الركيز. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. غني لي يا صاحب الصوت الشجي، شني في السماع بيوم الوطني. أتقن اللحن بوزن وروي. يا بلادي أنت عنوان العطاء، يا بلادي أنت عنوان العطاء. قدره سام وعال، قتنا يا سيدي نحو الكمال بازدهار ونماء لا ينال. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. يا ولي
عهدي سيف السيوف، رؤية العشرين رؤيا فيلسوف، بثبات جاوزت كل الظروف. يا بلادي أنت عنوان العطاء، يا بلادي أنت عنوان العطاء. وحدتنا كل الصدور. شمسنا قد أخمدت كل الشموس، وغضت كل أتباع المجوس، بجنود أرخصت كل النفوس. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. حفلنا المبارك، راعي هذا الحفل سعادة الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن السالم محافظ القويعية. أبى أن تمر هذه المناسبة الغالية إلا وتكون له تهنئة للوطن وقيادته وشعبه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب السعادة، الأخوة الحضور، في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا يوم المملكة العربية السعودية الوطني 91، نقف لنستذكر المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه في توحيد البلاد. ستمضي بلادنا حرسها الله برؤيتها المباركة 2030 في مقدمة الأمم، فأرضها منشأ الحضارات وأرض التاريخ. ولا يسعني في هذا اليوم إلا أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي محافظة القوعية خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولمقام ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه. أصدق التهاني أن يحفظ الوطن قادته ومقدساته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادة المحافظ، فقد تشرف معهد القويعية العلمي باعتلائك مسرحه وتقديمك هذه المشاعر الصادقة. أيها الحفل الكريم، خلف كواليس الوحدة قائد عظيم أفنى شبابه وعمره على ظهر جواده، قائداً لجنوده الأبطال حتى وحد هذا الكيان العظيم وجمع شمله على هذه الأرض المباركة. نترككم هذه الدقائق في رحاب الألق والجمال مع أوبريت وحدة أمة من إعداد وإنتاج قسم النشاط الطلابي بتعليم القويعية، ومن كلمات الأستاذ إبراهيم بن محمد الجبرين مشرف النشاط الثقافي، وإخراج الأستاذ عبد المحسن بن سعد الهويمل مشرف نادي الحاسب الآلي، وأداء طلاب متوسطة وثانوية الوسام الأهلية. سعد يغني في الصباح، وشذ الأزهار في الأرجاء فاح، صور تدفعنا نحو النجاح. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. في زمان فات من ماضي العصور، وحدتنا همة الشهد الغيور، وحدة قد أثلجت كل الصدور.
الخير تدعو يا شمام، ردد اليوم التحايا والسلام، وارفع الصوت جليا للأنام. يا بلادي أنت عنوان العطاء، يا بلادي أنت عنوان العطاء. وحدتنا همة الشام الغيور، وحدة قد أفلجت كل الصدور. يا بلادي أنت عنوان الإباء، من أراد الفصل والقول الوجيز، فبلادي بايعت عبد العزيز، شيد الأمجاد والملك الركيز. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. في زمان فات من باطل عصور، وحدتنا همة غني لي يا صاحب الصوت الشجي، شني في السمع بيوم الوطني، أتقن اللحن بوزن وروي. يا بلادي أنت عنوان العطاء، يا بلادي أنت عنوان العطاء. قدره سام وعال، خدتنا يا سيدي نحو الكمال، بازدهار ونماء لا ينال. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. يا ولي العهد يا سيف السيوف، رؤية العشرين رؤيا فيلسوف، بثبات جاوزت كل الظروف. يا بلادي أنت عنوان العطاء، يا بلادي أنت عنوان العطاء. وحدتنا كل الصدور. يا بلادي أنت عنوان الإباء، شمسنا قد أخمدت كل الشموس، وأغاضت كل أتباع المجوس، بجنود أرخصت كل النفوس. يا بلادي أنت رمز للوفاء، يا بلادي أنت رمز للوفاء. إلى هنا أيها النبلاء ناخت قوافلنا، بعد أن طافت بنا في بستان عامر بالعطاء والثمر، وتوقف الزمن ليؤذن بانتهاء حفلنا، فما كان أجمله بجمالكم وما أروعه بروعتكم. سعادة المحافظ، يدعوك سعادة مدير التعليم لتقطيع الكعك التذكاري ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.